بعد وفاتها ظهر عمي طلبني، عمي محمد طلبني من الوالد، كون والدتي ميتة وهو في أمارة جيزان عنده ابنه زيد، وقتها ما فيه إلا مشعل، ومشعل كان عند أهله محمد الكاتب المعروف الله يوفقهم جميعا، فطلبني وأخذني معه الجيزان. فرحنا لما قال الوالد بكرة الملك بيجلس روحوا سلموا عليه وودعوا. كان في بيت الملك فيصل اللي في قروة في مجلس طويل وكله مرايات، كان أتذكر المجلس. أنا رحت معي أخوي محمد، ما أتذكر معي أحد آخر من أخواني، ودخلنا الملك جالس على كرسي هيبة وقار لا يصدقه العقل، وما كان فيه ناس كثير في المجلس لأن الملك سعود كان في الحوية الله يرحمه ولي العهد، فكان العمل عنده في الحوية، بس كان الملك عبد العزيز جالس على كرسي كذا. تقدمت وأخذت يده وسلمت على يده اليمنى هذه، ما تحرك، حسيت أنه كأنه حس بأحد لكن ما تكلم ولا نطق بشيء أبدا، كان يعني في حالة مرضية أكيد لكنه كان جالس، هذا اللي خلى الوالد يطلب منا أن نروح نسلم عليه الله يرحمه. جلست أنا على اليمين مع أخوي، ويمكن حوالي 12-13 متر على الملك عبد العزيز المجلس، فما كان الملك سلمان موجود الله يطول عمره ويوفقه، ما عرفت أحد من الموجودين وكانوا قليل، حتى أطالع فيه وعيني عليه يعني الله أطالع بيدينه كذا على الكرسي الملك عبد العزيز صامت ما يتكلم، نادر تحس بحركة لأنه في حالة فعلا كانت صعبة. اللي لفت نظري وأنا ذاك السن يعني عمري وقتها يمكن 12 سنة يعني بين 12-13 سنة، أطالع الخاتم أظنه يا في الإصبع هذا يا في هذا، كان نازل الخاتم حاطه على اليد كذا على الكرسي يد الكرسي، وطالع الخاتم نازل مرة لفت نظري هالشي هذا بالنسبة لسني يعني.